أكد سمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أكد أن مملكة البحرين تعتز بإسهامات المحسنين من أبنائها في بناء المساجد والجوامع ودعم مشاريع الخير والإحسان، بما يعزز قيم التكافل والمسؤولية الاجتماعية لدى المجتمع البحريني، منوها سموه في هذا الصدد بالدور الخيري الكبير الذي تطلع به عائلة كانو بدعمها السخي في ميادين البر والإحسان في البلاد. جاء ذلك لدى افتتاح سموه مساء يوم أمس الاثنين جامع عبد الرحمن كانوا بمدينة حمد بحضور معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وسعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك للشؤون الإعلام، وسعادة الوجيه فوزي بن أحمد كانوا رئيس مجلس إدارة شركة عبد الرحمن بن جاسم كانوا الخيرية، وسعادة الوجيه الدكتور عبد اللطيف كانوا، وسعادة السيد علي بن عبد الحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية، وعددا من المسؤولين والنواب وأعضاء المجالس البلدية وجمع من المواطنين. ولفت سموه إلى أن بيوت الله تعالى تمثل جزءا أساسيا من هوية هذه الأرض الطيبة وملمحا بارزا في حضارتها العريقة ورافدا مهما للحركة العلمية والثقافية والاجتماعية، بما يسهم في دعم العملية التنموية في البلاد، مؤكدا سموه أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عاقد العزم في ظل توجيهات القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على مواصلة العمل في رعاية الجوامع ودعمها بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية. وكان في استقبال سموه لدى وصوله مساء أمس سعادة الوجيه فوزي بن أحمد كانو رئيس مجلس إدارة شركة عبد الرحمن بن جاسم كانو الخيرية وعدد من أفراد عائلة كانو الكرام وجمع من أهالي مدينة حمد.